السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي كنعتبره فيديو مميز. قلت نشارك معكم زيارتي للمدينة المنورة في الأيام ديال كورونا. صراحة كانت الأجواء مختلفة تماما على الأيام العادية. كيف ما كتشوفوا الحرم المدني كان خاوي، والمدينة المنورة كاملة كانت مختلفة، ولكن واخا هكذا كتبقى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتبقى دائما كتحس فيها بالراحة النفسية، سبحان الله، والطمأنينة. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى تشوفوه حتى الاخر، وكنتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، كم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن كل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، أجد غير بدر ضل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. كل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، أجد غير بدر ضل منزله، ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم قلبي وخفقته، فإن غفرت فما أحلى وأجمله. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة
تقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله يا ربي خذوا إليه الآن إن به شوقا يراتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يراتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يراتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله
سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق حول الوزر والوله. يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضيه.